استاذ احمد سيف الاسلام المحامي المعروف والعضو بلجنه حقوق اللجنه العامه لحقوق الانسان، في قضيه هامه ستنظر يوم 4/9 القادم، النهارده 1/9، اي بعد 3 ايام، وهي القضيه الشهيره بفتنه امبابه او كنيسه مريمينا. ماذا هو الحديث او الجديد في هذه القضيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. والله طبعا القضية بأحداثها هي مثيرة، ويمكن الجانب المثير فيها ان للأسف في متهمين رئاسيين ما شملهمش رقم الامر الإحالة، يعني امر الإحالة حد 48 متهم. المتهم الرئيسي اللي أثار الفتنة الطائفية كلها ما تحطش، اللي هو الأب أبانوب جاد الكريم، وبتعمد بقول اسمه بالتفصيل علشان السيد المشاهد هيفاجئ ان اخوات الاب ابانوب اللي هو المتهم 20 زكى جاد الكريم، والاخ الثاني كريم جاد الكريم، وخادم الكنيسه اللي هو نادي لبيب بولس، الثلاثه دول متهمين باتهامات خطيره. هو كان معاهم يعني هو يعتبر الاب ابانوب لدور رئيسي في قيام المتهمين دول، عشان نعرف دول متهمين بقتل 8 من المصريين المسلمين، والشروع في قتل 38 من المصريين المسلمين، واحراز اسلحه ناريه واحراز ذخيره. يعني ده اللي هو نادي المتهم ال15 زكى المتهم ال20 وكريم المتهم 21، علاوة ان خادم الكنيسة نادي لبيب اخو عادل لبيب اللي ضرب اول واحد بالنار، اخو عوني لبيب، واخد بال حضرتك؟ فانا بقول النهاردة ان دول يعني ما نقدرش نقول متهم رئيسيين. الرئيسي فين؟ هو الاب ابانوب. وبرضو عشان ما بقاش ان انا بطلق الاتهامات كده اعتباطا، انا معايا هنا تقارير اقوال كبار رجال الشرطة في قدام النيابه العامه، قدام نيابه الاموال العامه. يعني مثلا على سبيل المثال، في اللي هو اقوال المدير المباحث الجنائيه بالجيزه اللي هو العميد فايز انيس مصباح، ده ادى باقواله قدام نيابه امن الدوله العليا يوم 28/5. بيقول ايه؟ بيقول في اقواله سين: وكيف تجمع هذا الجمع من النصارى على حد قولك، ووقفوا على غرض انصار المتهم ياسين ثابت من المتجمهرين. الرد بقى ايه؟ شوف اللي هو ايه مدير المباحث جنب الجيزه، قال لك المنطقه دي من المناطق الشعبيه، بالاضافه ان التحريات النهائيه توصلت ان زوجه المذكور ياسين اللي هي كانت المخطوفه ومحبوسه في المبنى الخادم بتاع الكنيسه، كانت بالفعل محتجزه باحدى المساكن المجاوره لكنيسه مرمينا، وان بعض العناصر المسيحيه كانوا على علم بذلك. هو بيقول عناصر، ما قالش قادات الكنيسه. اللي يعني انا عايز بس اعرف حضرتك ايه هو الجديد من الذي لم يذكر في الاوراق، الجديد في هذه القضيه؟ ما اللي بقوله دوت ما اتذكرش قبل كده، يعني في تعتيم اعلامي. يعني هل انت تتهم احد القساوسه؟ انا بتهم كاهن كنيسه مرمينا باحداث الفتنه الطائفيه، دور رئيسي لي بحاجتين، اللي هو اب ابانوب جاد الكريم اللي هو شقيق المتهم ال20 كريم اللي هو متهم بالقتل وشرف قتل. هذا دخل في ضمن لائحه الاتهام؟ لا، هو ما دخلش اسمه للاسف. في انا مش عارف، في تعتيم اعلامي، وبتهم المباحث بالتعتيم، لان كمان هنا اقوالهم في النيابه بتتهمه. ما بيقول لك يعني ده بيقول لك ايه؟ وان بعض العناصر المسيحيه كانوا على علم بذلك وقاموا بحشد العديد من المسيحيين في مواجهه المسلمين. طب الاتهام المباشر بقى أقول لحضرتك، أنا ترى إثارة هذه القضية الآن بعد أن الهدوء الذي يسود الناحية الطائفية إثارته في هذه الإعلام، ألا ترى أنه يعني يحدث بعض الاحتكاكات؟ الاحتكاك يا سيدي إن إحنا ما نقبضش وما نحاسبش اللي أثاره الفتنة الطائفية. كل منطقة إمبابة تعلم تماما إن الأب أبانوب له دور رئيس في إحداث الفتنة الطائفية، وبيقولوا ليه
ما دخلش في التحقيق، ليه ما اتهمش والنفوس شايله؟ ولماذا لم تقدم مذكره للقاضي او للنائب العام بهذه الاشياء قبل كده؟ انا قدمت، كنت في برنامج تلفزيوني وعلى الملأ، وقلت ان انا بتهم بلاغ للنائب العام، بتهم الاب ابا نوب كان كنيسة مرمينة باحداث الفتنه الطائفيه. بعدها قدمت بلاغ للنائب العام باتهام الاب ابا نوب باحداث الفتنه الطائفيه. النهارده الجلسه يوم 4/9، من ضمن ان شاء الله انا من ضمن اتهام طلبات قدام المحكمه استعمال سلطتك في التصدي طبقا للماده 11 اجراءات جنائيه. يعني ايه التصدي؟ ان المحكمه لما تنظر دعوه وتلاقي ان في متهمين اخرين ارتكبوا جرائم في القضيه المنظوره ولكن لم يشملهم امر الاحاله، من حقها انها تتصدى بطريقين: لما تنتدب احد من القضاه ويحقق في الاتهامات اللي احنا اتهمناها للشخص دوت، ويشوف اذا كان يحرك ضد الدعوه الجنائيه او يحيله للنيابه العامه. فانا طبقا لهذا لسلطه المحكمه في المذكره بتاعتي وهطلب استعمال المحكمه للتصدي، وبتهم الاب ابنه بانه له دور رئيسي باحداث الفتنه الطائفيه وتحريض بعض الاشقاء المسيحيين بقتل المتجمهرين المسلمين، علاوه على سبق حجزه وحبسه للسيده اسماء محمد ابراهيم الشيره بعبير فخري، حبسها وثابت من هنا من الاوراق الدعوه ان هو حبسها في الكنيسه، ثابت انه كان قاعد معاها، استلمها من الاب اباخوم اللي جاي من درونكا، كان حابسها هناك في الكنيسه، واخد بال حضرتك؟ وجه سلمها في المبنى الخادم في الكنيسه للاب ابانوب، دي واحده بس يا استاذ، وسلمها له وحبسها في المبنى الخدمي، وكان قافل الباب بالحديد والجنزير. الكلام ده مش كلامي، ده في التحقيق قدام في اوراق الدعوه. وانه هو انا عايز اقول لحضرتك بس هذا الكلام سوف تقدمه للمحكمه يوم 4/5 4/9 ان شاء الله. انا سوف اسجل معك بعد ان تقدم هذه الاشياء وهذه الاتهامات واخد بالك امام المحكمه. انا بستاذن حضرتك في نقطه عشان ما حدش يقول ان احنا بنثير الفتنه الطائفيه. لا، اثاره الفتنه الطائفيه ان احنا نسيب المتهمين الرئيسيين في قتل شعب كان بيموت في نفسه، مسلمين بيقتلوا في مسلمين في مسيحيين، ومسيحيين بيقتلوا في مسلمين، كنيسه اتحرقت. لما نسيب هذا الوضع كده ويفلت افراد من العقاب هتحصل تاني وتالت، وجو معبق في امبابه. يعني انت ترى كل من فعل جريمه لابد ان نحاسب؟ لازم. لو رئيس المجلس العسكري ارتكب جريمه، لا انا بتكلم في هذه بيتحاسب. من قام بحق الكنيسه كله. انا بطالب كل من كان له دور سلبي في اثاره الفتنه الطائفيه لازم يتحاسب، وخصوصا الناس الكبار، لان الكبار دول المفروض مسؤولين عن استقرار البلد، ليه نظره بعيده، واخد بال حضرتك؟ لكن نسيب راس الجريمه لافراد ارتكبوا الجريمه تحت بند توازنات اللي هتودينا في داهيه. انا برضو عايز حضرتك، انا كلامي ما بدهوش كده، في تحريات اهو بيقول لك ايه بالاضافه، دي اقوال العميد عرفه حمزه رئيس مباحث شمال الجيزه قدام نيابه امن قدام 29/5 الصفحه 1160 من القضيه. بالاضافه ان قيادات الكنيسه مرمينه كانت بالطبع على علم بمكان تواجد المدعو عبير، فقاموا بالحجد العديد من الافراد المسيحيين على التجمع في مواجهه المسلمين. اذا قيادات الكنيسه مين؟ الاب ابنوب والاب شاروبير، وهم اللي قاموا بحجم معلوماتي لما رحت امبابه يا استاذ، ان تعليمات الاب ابنوب بتجميع المسيحيين في الحوش بتاع المبنى الخدمي عشان الشرطه ما تقدرش تطلع المحبوسه. لم يشملهم قرار هنا بقى بقول لماذا؟ احنا في دوله فيها حريه وفي ديمقراطيه وفي القانون كله يخضع له، سواء رئيس الجمهوريه، جميع المؤسسات في الدوله بما فيهم المؤسسه الدينيه. ليه ما تحطش القيادات دي في الاتهام؟ شكرا استاذ احمد، وسوف يكون لنا لقاء اخر بعد ان شاء الله تقديمك لها. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا شكرا. سلام.